مسبوق في الصلاة. لما سلم الإمام سجد للسهو. من؟ الإمام سجد للسهو. فالمسبوق ماذا يفعل؟ يتابعه حتما. يسجد للسهو؟ أي نعم. حتى ولا يسلم. الإمام سلم. يعني يسلم معه، لكنه إذا الإمام سلم ثم سجد، لأنه يجوز الوجهان. نعم. يجوز الإمام أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام وقبل السلام. فإذا الإمام سلم فمعنى ذلك أنه لم يخالف الشرع، فهو المقتدي إذا كان يعلم أن الإمام سجد عفوا ساعة وأن عليه السجود، بطبيعة الحال هنا يرد ما قلته آنفا، يجب عليه متابعة. ولكن من باب الاحتياط، وبخاصة أنه أئمة المساجد اليوم لا يترخصون بالاقتصار على التسليمة الواحدة كما هو ثابت في السنة أحيانا، أي لا نعلم أن إماما يسلم تسليمة واحدة، وعلى ذلك الواجب على المقتدي أن يتريث ولا ينهض مجرد ما يسلم الإمام تسليمة أولى حتى ينتظر تسليمته الأخرى. فهنا سيبدو له حتما أن الإمام يسجد سجدتي السهو أو لا يسجد. باختصار، إن سلم الإمام التسليمتين نهض، لأنه بذلك تم خروجه من الصلاة، وإن سلم تسليمة واحدة لا ينعم، لعله يريد أن يسجد بين التسليمتين. فهكذا هذا التفصيل هو الذي ينبغي أن يراه بالنسبة للمسبوق وبالنسبة للإمام الذي عليه السجود السهو.